لو الحكاية فيها إن فيديو مشاكل تم سحب الأرض في 2009 بفضل الله احنا اتحركنا من ساعة ما تولينا المجلس واتحركنا على إعادة الأرض وربنا كرمنا ثم فضلنا بعقبة أخرى وهي اعتراض الشؤون القانونية في الوزارة على إن الغرف بإنشاء أندية أو مستشفيات تم رفع الأمر لمجلس الدولة اللي أعطانا فتوى وبفضل الله برضو الفتوى جت لصالح غرفة القاهرة وإنما مسموح لها إنها تكون مستشفى وتقييم النادي وتعاوننا مع جهاز الخدمة الوطنية شركة البصريات بقيادة السيد اللواء طه صيد بدوي وبتعاون أخوي بيني وبين العميد ممدوح زوام وطه عملنا العقد وسعينا والنهاردة أبلغني إن هم خدوا خلاص القرار بتاع شهادة الصلاحية اللي بتسمح ببدء الأعمال وبدء الشغل والنهاردة حطينا حجر أساس معانا مع بعض كلنا ونجعلها كده ربنا كده فتحة خير وبداية جيدة لتنفيذ هذا المشروع وبرضه احنا عملنا مجلس إدارة مؤقت بموافقة مجلس إدارة الغرفة مجلس إدارة مؤقت النادي هيتولى هو تحديد الشروط العضوية وقيمة العضوية وبعد ما يعمل الموضوع ده هيعتمده مجلس الإدارة وبعد اعتماده مجلس الإدارة يفتح باب العضوية والتأسيس برضه معانا الأخ أحمد فؤاد من الإدارة القانونية هو اللي يتولى موضوع التأسيس وإشهار النادي إن شاء الله بعد ما تتم الإجراءات دي هيفتح باب العضوية وتكون أنتوا أول ناس مقدمين بإذن الله وأنا رقم 100 والموظفين ببلاش بس هيدفعوا نص هتحط ريحة ان شاء الله طبعا نسمع بأقريت اللي هم أصحاب السجل التجاري كل ما عندهم سجل التجاري الاشتراك بتعرف عليك هي انا لسه بتعرف عليك الاشتراك السنوي يقالوا برضو الفرق ما بين الحب والحب وربنا وفق ان شاء الله كل ده بقى مجلس اداره ان شاء الله السياده العميد ممدوح.